واحد بيقول حلول الروح القدس بوضع اليد من الاباء الرسل، ولم يذكر في الانجيل انه يحل بسر الميرون، مع العلم بان كلمة لكم المسحة المقدسة لا ترمز الى هذا السر. مين قال لك ما ترمز الى هذا السر؟ طبعا الشخص ده يعني بياخد تعليم غريب من طوائف اخرى، فلازم يخلي نفسه. هو الحاجة اللي عايز اقولها لك هي الاتي: هل الروح القدس لازم لكل انسان ولا لا؟ فان كان لازم لكل انسان زي ما قال الكتاب انتم هياكل الله وروح الله يسكن فيكم، اذا كيف يناله الانسان؟ كيف يناله؟ وضع ايدي الرسل ما قدروش يمارسوا هذا الامر لما انتشرت المسيحية في كل جهات الارض. اذا لابد ان ينال الروح القدس بطريقة اخرى. فجت حكاية المسحة، وحكاية المسحة اما انتم فلكم مسحة من القدوس، موجودة في يوحنا الاولى اصحاح 2 آية 20 و27. تقول مع العلم ان المسحة المقدسة دي ما ترمز للسر، جبت دي منين؟ ليه تحكم حكم زي كده؟ عشان قالوا لك الكلام ده الناس اللي اتعبوا مخك؟ امال معناها ايه؟ لو ما كانش هي هذا السر، يبقى لكم مسحة من القدوس اللي موجودة مرتين في اصحاح واحد في رسالة يوحنا الاولى، يبقى معناها ايه؟ هتقول ايه؟ ان كنت بتقول هي ملهاش علاقة بالسر ده، امال تبقى ايه؟ وخصوصا فاعلية هذه المسحة كما ورد في هذه الآيات. مش كل كلمة واحد يقولها لك ترددها بلا فهم، أو تقتنع بها أو تعتنقها بلا فهم. خليك عاقل فيما تستلمه من الناس. لو ما كانش المسحة دي هي اللي بنقولها، أمال تبقى المسحة دي إيه؟ ويبقى فايدتها إيه؟ ويبقى إزاي الإنسان ينال الروح القدس؟ وبواسطة من؟ يعني في نفس الورقة العماد أولا ثم حلول الروح القدس. فلماذا كورنيليوس حل الروح القدس أولا ثم الاعتماد؟ فحكاية كورنيليوس معجزة الألسن مش هو سر المسحة المقدسة اللي بيها يحل الروح في القلب، الروح القدس في القلب. يعني ممكن ان الروح القدس اداله معجزة الالسنة علشان يقبل الامم، ولكن هذا لا يغني اطلاقا عن انه ينال المسحة المقدسة بعد المعمودية.